السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حضرة سيدي السري السقطي وسيدي الجنيد البغدادي قدست أسرارهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونفعنا والسامعين من بركات علومهم الشريفة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل الأخوة الذي أوصوني بالدعاء لهم، أسأل الله لهم ولنا التوفيق والسداد ورزق الحلال، ويبعد عنا وعنهم كل الأمراض والأوبئة والأسقام، ويحفظهم ويجعلهم مفاتح للخير مغالق للشر، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. أسأل الله أن يفتح عليهم فتوح العارفين ويلبسهم لباس العافية والصحة والسلامة بحق من نحن في حضرتهم وحماهم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم السيد أحمد الحسيني من مرقد سيدي السري وسيدي الجنيد بغداد شريف 4/4/2021، والسلام عليكم ورحمة الله.